FM. الكلمة ليك. نخرج من تونس إلى المملكة العربية السعودية. شعرنا غدي قبل ما نذكر فقط شخصيتنا اليوم هي القائلة أذعنت سلمت دهرا ومارست كل الطقوس القديمة، تعلمت من حجرة الدرس أني عار وأن القبيلة لا تقبل العار، كلا ولا تغفر العار بل تغسل العار بالنار تمحو الجريمة، حكت جدتي أن ذاك الرماد بصدري إذا ثار يوما تكون النهاية جد أليمة. به قصيدة بعض الأبيات من القصيدة دي حلوة، ولكن لشكون الهند شاعرة سعودية هند المطيري اللي منعت، اصدر فيها قرار من الأمير خالد الفيصل باش انه تمنع من ممارسة الثقافة من حضور أي مناسبة ثقافية لمدة 15 عام. علاش هذا الكل؟ علاش هذا الكل؟ مش هي الوحيدة. تماش كيف سمع كتب آخر منع من الكتابة 15 عام. 15 عام تحدثنا عليها يوم تلتالي بأربع سنوات سجن. راهو صوت أمال بالحاجة لي توك دخلت معنا الاستوديو. صباح الخير أمال. أمال صباح الخير. صباح النور. القصيدة هذه تثبت في القصيدة هذه تثبت في منعها، اعتبروها انها انتقدت العادات والتقاليد الموجودة في السعودية وهي تحرض معناتها ضد الحكومة ككل، ضد القبائل. القبائل خاصة القبائل، هي اعتبرتها انها قبيلة بحكم القبيلة والنواميس متاع القبيلة تعتبر متخلفة بالنسبة للهند، ونعرفوا اللي الضغوطات اللي تمارس على المرأة في الخليج ضغوطات كبيرة برشا، معناتها ما عندهاش حقوق كما متعوبية في تونس أو دولة أخرى، معناتها هذيك الإشكالية اللي خلت هند تتعرض لمنعها من المشاركة في أي مناسبات لمدة 15 سنة. وحكاية زادة نقدت بليتو مسألة تعدد الزوجات. تعدد الزوجات هذيك النقد اللي صاير معناتها وخول لهم معناتها أنهم يصدروا فيها الحكم هذي. لا مال نحبك الأمور هذي أنت تعلق عليها. لا خاطر نسيت، هي قالت تعدد الزوجات ومن ملكت أيمانكم، ردوا بالكم ما زلنا راه في السعودية نمارسوا الطقوس وما ملكت أيمانكم. وهي أنهم أصدروا القرار هذا متى حاجة تسيكسبليك بعلفت أنه كل ما هو ثقافي، كل ما هو انفتاح، كل ما هو معناتها توجه معناتها تقدمي، هو تهديد لنظام الحكم القبلي وزاد الملكي في السعودية. معناتها كل حاجة تهددهم هما ياخذوا القرارات هذوما في السعودية، خلافا لما يقال راهو اللي قاعد يصير في العالم كامل، خاطر سعوديين عباد كيما الناس الكل، معناتها عندهم لي فيبليس نتاعهم، عندهم معناتها ميولاتهم، عندهم كل شيء يطبق. لكن معروفة السعودية يقول لك عندهم لي كاف، زاد في لي كاف عنده كل شيء، فهمت؟ دونك هذية هي بالشهر متاعها جيت ثم نوضخ إتابلي ثم قانون لعبة، هي مستو قانون لعبة مستو أنك تعمل كيف ما تحب اللي تحب في الخفاء، ما راك حتى حد مدمو، ما راك حتى حد وانت تحت القاعة تعمل فيه حاجة، عمل معناتها فوالا الخبائث الكل قدهم، اما قدام الناس ما تعمل حتى شيء. دونك السعودية وخاصة انها تكون مرأة، واحنا قبل سبقت السابقة متاع الكاتب السعودي اللي معناتها هذه معناتها بدعة، واحد تقول له ما تخممش، ما تكتبش 15 سنة، ما تمسش ستيلو ولا اورديناتور 15 سنة، معناتها كان ينجموا يحطوا بوس للعباد في مخاخهم باش الماتير غريز نتاعهم ياكلوها لهم، خاطر هو يخمم بالطريقة هذه يعملها. وهذه تذكرنا بالممارسات اللي عملوها في القرون الوسطى، أقل حاجة يقول لك زنديق ويكفرك ويشنقك وألا يقتلك، هذية معناتها هذية بلاد ما زالت عايشة بالعقلية هذه، ومساكن السعوديين اللي عندهم معناتها تفكير تقدمي. ونحب نذكر باللي في آخر معناتها آخر أخبار وصلتنا أنه 92% من السعوديين يحملوا الفكر الداعشي، معناتها هم مقتنعين باللي معناتها حاجة طبيعية. 92% معناتها حاجة طبيعية أنك تقص الدين وأنك تقص الروس، وما ننساش ثم أسابيع قليلة 12 راس تقص في السعودية، اللي جوستما اللي هو جوانب من الشريعة معناها يطبقوا فيها الحكم الشرعي يطبقوا فيه في بعض الحالات يطبقوا فيه. منعرفش انا كل حمايه مصالح شخصيه، منحبش نتفقه في الدين ولا في حاجات ما تخصنيش. البارح كان حذينا الشيخ هيلا، اما يقول لك ثم تفسيرات وكل شيء، وانا نامل ونتصور انه في الدين الاسلامي تطبيق الاحكام بالطريقه هذه ما يصير كان في حالات خاصه ونادره جدا، ما نجمش تعملها بالطريقه هذه.
الكاتب السعودي اللي تذكر فيه هو زهير كتبي اللي تحكم عليه باربع سنين. اربع سنين سجن وخمسة سنة. ممنوع من الكتابة. ممنوع من الكتابة. لأنه قال يلزمنا نعملوا إصلاحات في بلادنا فقط لهذا الشكل. باش تمس الحكم ما يلزمكش تكون معناتها عندك افكار اصلاحيه كما ذكر ياسين. ما عندكش باش تخمم. باش تخمم. فهمت كيف؟ افراد في التفكير كامل عندنا. اي ما عندكش. باهي غالي حكينا على الدوره 37 المهرجان الدولي للوحات بتوزر، كيف كيف ما ننساوش الدوره 48 للمهرجان الدولي للصحراء بدوس اللي انطلق البارح وتواصل نهار 27. ان شاء الله نعملوا ريكاب مزيان نهار اثنين بقدره ربي. شكرا لك غالي، نقابلوا بدايه الاسبوع. كاب اف ام الكلمة ليك.